عليكم السلام. شلونكم اغاثة؟ حبيبي دون سلام عليك، هذا البنطلون الحجية جتي اخذته من عندكم قبل يوم البارحة بالضبط، زين، واحنا مكاننا كلش بعيد ومن شافته طلع كبير. قياسه كنت رايد عليه؟ طبعا طلع كبير عليه كلش، يعني فشي اي، بس هذا ما عندي هذا الموديل، هذا قياس خاص يسمونه. هاي الماركة ما عندي. شلون؟ هاي الماركة ما عندي، مو مني. لا لا، من عندك؟ هذا المحل حجية قالت ازياء المناحل. اي انا المناحل بس مو من عندي. اكو غيرك المناحل؟ هو انت. مو مني. لا من عندكم انت حبيبي؟ ما عندي، شوف المحل كله ماكو. شنو ماكو؟ ماكو هذا الماركة حبيبي، ما عندي. هاي انا عندي الانفينيتي حبيبي. قدح حبيبي، هذا من عندكم والحجية وصي، يعني الحجية غشيمة، ما تعرف لا تقرا ولا تكتب. هاي وحدة. جاي افتهمك. زين. فقالت اخذته من المناحل. وانت الولد الموجود هيك شعرك هيك اللي فوق، زين، انا ما اعرفك صراحه. فهذا البنطلون يعني كبير عليه، ما يلبسني، يعني ايش قد هذا كمر؟ ايش قد؟ فزول لي كمر ايش قد؟ قياس خاص هذا، ادري قياس خاص، يعني أربعة خاص مال واحد سمين. هذا مو علي يعني. أربعة يا انت ايش قد كمرك؟ اعطيني اول شيء قياس. ها قياس يعني قاعد قياسه بالثلاثين، انت تعطي 44، يعني انا مو سمين، يعني هذا مال واحد قدره. خلي اشوف عليك قدره. قدره قدره تضحك علي؟ قدره مو راح اضحكون علي. قدره شوف مو راح اضحكون علي. عمي سباح هاك، ها راح اقسى قدره قدامك. قدره ما ادخل فوق البنطلون، بس باع بنطلون لابس وفوقه، يعني باع عادي. قدره شوف انا باع علي اضحك باع. هذا يطلع هذا ادخل بيه من فوق من ولي جوي، يعني شرفك هذا. ها حماديك باع. شربك باع هذا مال دقمه. والله دقمه ايش دقمك؟ والله ضحك علي ترى باع. هاك باع هذا بنطلون، هذا يراد واحد الا خليه بي. اي تضحك علي، تضحك علي مضحك انا. لا حبيبي جوي، لا تاج راسي انت بس. قاعد شربك هذا مال واحد قياس قال كان غير حجي قالت لي ايش قياس. هاك باع هاي شيء، هذا بنطلون يا جماعه. هاك شلون تعطيهم القياس؟ شنو هذا؟ هذا مو مشكلتي. برميل شيء برميل نظف ايش مشكلتي؟ ويضحك يعني مش عيب عليك، تضحك عليه مو عيب عليك، تضحك عليه بدله. هسه قال لك فوق جسمه وتعال يضحك عليه فوق، يضحك حبيبي بدله. قدره يضحك عليه حكي زايد حبيبي. مو انا اللي بس ليش تضحك عليه؟ مو تضحك علي عليك يعني انا فوق الزينيه هسه ماخذ حبيبي. لا تضحك، انا افوج من واحد يضحك. ليش رايد الدقني؟ لا تضحك، انا مو ساعه طول قدامك تضحك عليه. لا تشوف هيك باع. ليش تضحك على حق الزبون؟ على حق هيك. ليش تضحك عليه؟ مو عيب عليك تضحك على المحل. لا تشوف رايك حلوه يضحك عليه. لا تشوف رايك يضحك على مضحك. انا يضحك على ايه؟ شفت الصفطه زين؟ صفطه زين ما صفطه شو هي؟ مو قوه الصفطه. انت ابو محل، حبيبي انت ابو محل، قلبك كبير لازم يصير. قلبك كبير يضحك علي. هو انت ضحكت علي يعني شلون تطعني مره؟ مشي زبون مشي حبيبي. الاسم بالخير انت اشور حبيبي اشور. يعني انا هذا هسه انا اللي بس اضحك عليه؟ انا بالبيت خرب، انا صدق خربت من الضحك على الحجيه. زين هسه اطلع بيه بالشارع ايش راح يقولون علي؟ راح يقول اصبعتين، يقول هذا لو مخبل لو عمري. لا فهمني بدله. شو بدله حبيبي؟ ما بدله ماكو. هاي بدله كذا كبار استاذ. ما عاجبك؟ ما عاجبك موديلات؟ ما تعجب موديلاتكم، قديمه ما تعجبني. ليش قديمه يلا؟ ما ملابسكم ما حلوه. شنو ذوقك لعلي انت؟ كلها موديلات. موديلاتكم ما حلوه. ما هذا الدفتر ملابس ما حلوه. ما حلوه هذا الدفتر يوم يلا ما بيع صفحتين حبيبي. حبيبي انا من نوع خاص اتاكيت زين، ما اقتنع باي لبس، اريد فشي يعني حلو يليق بي. اني شاب وانيق وكذا، اخذ لي بنطلون مال قرن شو اسمه بقى. انت مو شو اسمه يعني انا بقى مدى اشاق وياك وكذا. استاذ تحلى تحلى راح قلت له هذا بالعباس. قلت له شنو؟ زبون على حق وياك، زبون يقول لك رجع لي اياه. يعني انت المحلات ادري الله ما يجرعكم يعني. ما مشتري قبل؟ مش ادري يعني شنو انت يعني شنو؟ يعني انت ما تقدر انظر في المقابل الواحد؟ هذا قميصك قبل 3.5 دورة تكيت بدل استاذ ما له علاقة. قميص هذا ب3.5؟ 3.5 والله ب3.5 على اساس لابس مثله. شنو هالكوبرا هذا ب 15000؟ هذا ب3.5؟ هذا سعره ب 20000 اذا مو ب 15. صحيح 15 20 اي 15 20 شمشي شمشي. هسه تريده تريد بدله بنطلون؟ شوف اي بنطلون تريده حبيبي. انا على هذا حكيك انت جمالك مجروده. انت ما مجروده انسان مو مال واحد يتفاهم وياك حبيبي. اعطيني الفلوس تاخرني باع زين. اخرتني كلش اعطيني 20000 خليني اروح. يلا يعني يلا حبيبي يلا ترى واصلت لي هنا يعني اليوم متعارك متعارك الصبح بلاك علي يا حبيبي. رجع لي الفلوس. روح باباك ما رجع.
انت ترى هاي ما تقبلها من عندك. لا تتدخل انت. لا تتدخل شنو تتدخل؟ لا يتدخل يتدخل لا تتدخل. مشي حبيبي رجعني رجعني الفلوس. ما رجع الا ترجع لي الفلوس بعد. والقران ما رجع. لا تحلف هاي مال الحلفان عوف على صفحه. ما رجع والله. شو تسوي؟ ما رجع. اعزك اعزك اعز المحل على راسك انت. اي اعزك. اي شهد يا الله على كيفك. ادع اعصابك ادع اعصابك. مشي الزبون. تعال وين رحت؟ تعال مشي الزبون. اي شو تريد تسوي يا ابي؟ مشي الزبون مشي الزبون. شو تريد تسوي؟ شو تريد تسوي؟ هذا يتقطع؟ اقول لك باوع. هذا يتقطع؟ انا ما اخاف. شنو الحكي؟ باوع انا ما اخاف لو يتقطع هذا الموضوع علينا عيب. باوع ما اخاف لو سويتوا 10 نفرات ما اخاف عندكم. لا تقول لي لازم الحزام وكذا. اقطعك انت والحزام. لا مو شو اسمه خي ولي بس اصير قدام انت وخر. لا اصير قدام. خلا ضربه. لا خلا ضربه ما يحترمك. اضربك كذا كذا. اضربك وخر ايدك. لا تضرب من العالم دو علي. اسال شباب ما مع محل. خلا ضربه من غير محترم. هذا انسان غير محترم. سمير اطلع برا. بس اطلع. خلا ضربه عوني دعوني. اطلع خلا ضربه. اطلع لا تخليني اتجاوز عليك. اطلع تجاوز عليك. اطلع اقعد من العالم برا. اطلع يلا انا حقك. يلا اطلع. هاي تضرب مني ايه؟ اطلع انت غير محترم انت. اسمع عليك. انت جاهل انت. اطلع انت جاهل انت. اطلع انت لو انسان مثقف ما تسوي. اي صح عليك. انت بس وخر من داخل اضربه ادعوني. شهادة بطولك هاي. شنو؟ شهادة بطولك بس غالي الوقت هنا. للاسف انت زعطوط انت. اطلع حبيبي اطلع. اطلع يلا. اطلع اطلع حكيت لك. مرتلخ اذا سويت الشغله هذا وجهك افلشه افلشه. لا تضحك لا تضحك. تمت ولا بما تندك. لا تضحك لا تضحك بما تندك. كافي كافي لا تضحك. ادعو عليا شنو السالفه؟ يلا اطلع المال. يلا حبيبي رجع لي فلوس. رجع لي فلوس العب بيك طوبر. يلا رجع لي فلوس. اشقع على راسك. رجع لي الفلوس. والله شقع على راسك حبيبي. طين 20000. اقول لك انت مو شو اسمه. قول حبيبي صرف على الخير. خلي طين 20000 وخله اروح. هاي ما انساك اياها. هاي تسوي. هاي ضربتني. هاي ما انساك اياها. فهمت ولا؟ شو تسوي؟ ايدك الك. انت رجال اطلع لي برا عوديا باب المحل. تعال اطلع. مو هسه وخر ايدك. تعال اطلع وخر ايدك وخر ايدك وخر ايدك. احنا ولا عندنا. تعال اطلع وخر ايدك. يلا يلا حبيبي هاك هذا. حبيبي سلت الفلوس. يلا باوع لا ترجع لا بطل. والكعبه ما اجيبها. سهل امره ومشي حاله الولد. انت بالمحل ولا هذا صانع عندك؟ اي بطل خي ولي. هذا انسان مو محترم. بطل خي ولي. بطل يلا حبيبي. يلا بطل جاي جاوز. مو انت مو خوش. انت مو خوش عادي. بطل يلا حبيبي. على باب الله على باب الله. مشي رجال مشي. انت مو بالمحل انت. مشي رجال. اذا ما تبطل مشي والله. مشي مو من عندي. شو والله مو من عندي. مشي انا اقول لك مشي. شنو مشي مشي رجال. خلي يروح يلا حبيبي. يلا فكر بالله. اطلع برا اطلع برا. لا اشوف الا ترجع. تهمت لو لا. اطلع 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 وخر اطلع برا. كاميرا خفيه كاميرا خفيه. ليش الكاميرا قتله هناك؟ طبعا بالاتفاق مع ابو المحل. ما اعرف شو صدق شيء. انا اخوك علي الدلوي مرامي تفكر اربح. يلا علام طبعا كسر ايدي. انت على كيفك يا زلمه. تجي ايش على الطاسه؟ لا مو هو محامي كذا جاي يستفز بيه.